مرحبا يا عزيزي. اهلا انيس. هلا يا حبك. ايه انيس، كنت اقرا كتابا جديدا عن طرائف الحمام. اوه، كتاب طرائف الحمام. نعم، انه مضحك. هل اقرا لك بعض نكات الحمام؟ ايه لا شكرا يا بد. حسنا، اسمع اذا يا انيس. طيب اسمع الى هذه. ماذا؟ متى تكون الحمامة مبللة تماما؟ لا يهمني ذلك. بعد ان تغتسل. انتظر، هذه غيره. اتضحك لهذه. ماذا؟ لماذا تمتد الحمامة حمالات حمراء؟ لا ادري يا بد. لكي تمسك سروالها. هذه رائعة. لماذا لا تضحك؟ لماذا لا أضحك يا عزيزي بد؟ نعم، لأني لا أهتم كثيرا بفكاهات الحمام. لا أعتقد أن فكاهات الحمام مضحكة. أوه، لا تقل ليست مضحكة، إنها رائعة. طيب إنها لا تعجبني. هذا الكتاب مليء بالطرائف المضحكة. مليء بالطرائف المضحكة. اسمع إلى هذه النكتة. اسمع. أين وصلت؟ نعم، اضطربت حمامة من حمامة أخرى وقالت لها: هي ريشات جسمي تتساقط كل يوم، ماذا أستعمل لأحافظ عليها؟ فأجابت الحمامة الأخرى: ألصقها بالصمغ. تلصقها بالصمغ. أنت لا تضحك. طيب لابد أنك تمزح يا بدر. هذه الفكاهات غير مضحكة يا عزيزي. غير مضحكة، إنها تميت من الضحك. أنا متلهف لأن أعود للبيت وأحكيها لحمامتي. طيب أنا متأكد أن هذه الفكاهات لن تضحك حتى حماماتك. أتعني ما تقول؟ لكني أعتقد أن عند الحمام روحا مرحة وفهما أكثر من بعض الناس الذين أعرفهم. سأخبرك بما يجب أن تفعل. ماذا؟ لماذا لا تذهب إلى هناك وتحكي نكاتك لهذه الحمامات في الحديقة خلف المقعد؟ اذهب لها واحكي لها النكات التافهة وسنرى إن كانت تضحك. سأذهب. طيب سأفعل كما قلت لي تماما يا أنيس، وسترى أنها سوف تضحك، وهذا أفضل من محاولة جعلك تضحك على النكات. طيب. يا إلهي، ماذا فعلت؟ لقد جعلت بدر يذهب ويكلم الحمام وسوف يضحك الناس عليه. يا للمصيبة. أو مسكين. مرحبا، كيف حالكم؟ الآن اسمعوا هذه النكتة. تمام؟ طيب. لماذا عبرت الحمامة الشارع حتى تصل إلى الجانب الآخر؟ نعم، لماذا تشبه الحمامة الساعة؟ لأنها تقول كوكو كوكو كوكو. هيا اقتربوا، سأحكي لكم نكات أخرى. أنا محبوب، أحبوها. هيا، عندي نكات كثيرة غير هذه.